And Jordanian 149, short final. Jordanian 149, roger, wind is 25 degrees, 5 knots, runway 23 clear to land. Clear to land 23, Jordanian 149. يا هلا بنت الغوالي، يا هلا بكريستين، الحمد لله على سلامتك يا بنيتي. I'm so happy اني تعرفت عليك ابو حسن من خلال فيسبوك. ما توقعت انه الصدفة تجمعنا بالاردن. بابا هيك قال لي انك كثير، انت صديق لذيذ. أبوي صديق عزيز، وزين اللي عندك بحث وخلاش تيجي يمنا وتزورينا. أنا كمان كتير مبسوطة عشان أنا بدي شوف سهرة وشمس. أنا بالسويد ما في شمس. إن شاء الله ما نكسر معك واللي ودك إياه يصير، بس أنا عتبان عليك. عتبان؟ أي عتبان. شو يعني عتبان؟ ما هو من عوايدنا الضيف يلفينا وينزل بفندق، وحنا اللي مجهزين لك البيت اللي يليق بيك. Thank you أبو حسن. Welcome يا بنيتي. يا Welcome. يابا يا كريستين، انت الحين بالمفرق بين هلج وربعج. ربعج؟ ربعج. ايش ربعج أبو حسن؟ ربعج يا بنيتي الناس الطيبين. والله يا كريستين انا مبسوط انك تحكي عربي. اكيد انا بابا علمني العربي وانا صغيره، وفي الجامعة تعلمت اللغه العربيه، وعندي فريندز كثير عرب. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. وبتمنى هون كمان اني اتعلم اكثر ان شاء الله. تفضلي يا حبيبتي، تفضلي. اهلا وسهلا. ثانك يو. تفضلي. نورت البيت يا كريستي. Thank you أبو حسن. You are so kind. ظلينا أنا وأبوك عز الرفق. Yes yes he told me. تفضلي. Thank you. سلمي ديك يا أم حسن. عشتي. Thank you. أنت لبس كتير حلو. الحل أيامك يا رب. أبو حسن. آه. أم حسن حلوة. أم حسن حلوة والحمد لله. هاي المرة الثانية، الأولى الله يرحمها. ثانية. عن إذنكم أحضر لكم الغداء. تفضلي. وأنا عن إذنك يا كريستين، البيت بيتك وخذ راحتك. ثانك يو ثانك يو أبو حسن. يا. ثانك يو. يلا حيو. السلام عليكم. عليك السلام. شلونك ابو شايف؟ عساك بخير. مرحبا. يا هلا بيك. اريد اعرفك، اخوي ابو شايم عنده طاقه شمسيه ويستفيد منها زين، ويقدر يعلمك باللي تريدي. اختنا من السويد. ونعم. تريد تعمل بحث عن الطاقه الشمسيه. تفضل. الله يزاد فضلك. ثانك يو. تفضل. يلا حيام. اهلا وسهلا. هلا بيك هلا بيك. تفضل. عشت. تفضل. قهوة دايمة. عافية. شكرا. عافية. ودي اسأل شو تستفيدوا انتم من هالمشروع هذا؟ مش انا اللي راح استفيد من هذا المشروع، اللي راح يستفيد هو الناس عايشين في السهرة، لانه في السهرة تريجر كبير، كنز هو الشمس. يعني تدفعوا قروش وانتم؟ هذا مشروع الجامعة، بس انا بدي هاول جيب دعم لهذا المشروع ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله بيك اخوي ابو شايم. ترى كريستين بن صديق لنا من المفرق، وصار له 20 سنة بالسويد، ودنا نساعدها وما نقصر معها. تبشر بالدعم. تبشر بالسعد.